عبد العزيز من جدة. تفضل عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. أنا عقب ما توفى الوالد وجدت في الصندوق مصحف مخطوط له 300 سنة. نعم. لكن مكتوب عليه وقف. إيه. وهو مخطوط ومذهب الحين. إيه هو وقف. وش نسوي فيه؟ وقف ولا لا يزال وقف. طيب وش الحل الحين؟ ترى مذهب ويجيب قيمة يعني وش نسوي فيه؟ لا ما يباع. طيب وش الحل؟ هذا ما يباع. الحل انك تذهب به لمكتبة عامة من المكتبات العامة اللي تقبل المخطوطات. ايه تعطيهم اياه على انه حكومية وقف. يعني ها؟ مكتبة حكومية. اي نعم حكومية. ولو سلمت المسجد النبوي مثلا، هو موقوف في المسجد النبوي، لو سلمت المسجد النبوي مثلا. ايه سلمه لمكتبة المسجد النبوي. ايه لكن ما يمكن بيعه ابد. لا يجوز بيع الوقف يا اخي. لا يجوز. الله يجزاك خير. شكرا. شكرا لك. بارك الله فيك.